أذكركم بوقف مغالف مثل ما ذكر أبو صالح الله يجزاه بالجنة. أذكركم بالوقف يا إخواني، ما ترى ما بقى إلا القليل في برنامجنا وما بقى إلا القليل في الوقف، فأتمنى من الجميع صراحة تأتينا الرسائل بتبرع للوقف، وإحنا الأيام تمضي والسنون تمضي والأيام، واليوم أبو محمد كلمني راح يصلي على موته، هؤلاء فارقوا ولا أبو محمد نشوف لو رح صلي مثلا في مسجد عتيقة ولا في الراجحي، شوف يقول لك صلاة على أموات، ما عاد يبي الميت يا أبو عبد الرحمن. فودي تكلمني عن هالموضوع عن الصدقة وتحث الآخرين أبو عبد الرحمن الله يبارك، وأنت عاد رجل صالح نحسبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك أن النفقة والصدقات هذه من لها مكانة عظيمة في الإسلام، وأيضا هذه الصدقات إذا خرجت بنفس الرضية وطلبا للأجر من الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى ينميها كما ينمي أحدنا حلوة حتى تصبح كالجبال وكالخيول كثيرة. فأيها الأخوة المسلمين، الصدقة هي ظلك يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى حكى لنا قصة عن الموتى، ماذا قال؟ وينفقون كاتبون لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وما يفعل ذلك أولئك هم الخاسرون. اللهم استعان. وأنفقوا أمر، وأنفقوا مما رزقكم الله. فالنفقة هي الأساس، هي الأساس الذي تجده يوم القيامة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله، هو من رجل تصدق بصدقة وأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، وهذا يظله الله سبحانه وتعالى. فنحن ننفق حتى أن الله سبحانه وتعالى يخلق لنا هذا الظل ونستظل به يوم القيامة. فأيها المسلمون أنفقوا، وليس عيبا أن تنفق القليل، ما تجود به نفسك هو كثير عند الله سبحانه وتعالى. الله، كم من درهم سبق 100 درهم. الله أكبر. فأنفقوا ولا تخشون الفقر، فإن من ينفق ماله في سبيل الله وفي من أجل رفعة الحاجة عن المسلمين فإنه سيجد مكانة عند الله سبحانه وسيخلف له بدل هذا. وأيضا لا تنسوا أن الله سبحانه وتعالى يرسل كل يوم ملكا، اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي منفقا تلفا، ممسكا تلفا، اللهم أعطي ممسكا تلفا. نحن نقول أنفقوا ويرزقكم الله سبحانه وتعالى ويبارك في أموالكم وفي أولادكم وفي أزواجكم وفي أعماركم. النفقة خير كلها. وصلى الله على نبينا محمد. إذا جاهز الاتصال يا أبو عبد العزيز علمني. إذا جاهز الاتصال. وإذا جوالي قضيت منه. بس طفت لأن ما عرفت رقمك، أنا ودي أقرأ الرسالة أبو محمد أو صورها وارسلها لي خلي أبو محمد. إذا ما فيها باخذ برجع لك. أعطنا وجه يا حلوين، في اتصال ولا ما فيه؟ طيب ودي تتكلم لي. طيب عندكم شو اسمه الكليشة حقة الملحمة حقة اليوم؟